هاي يا حلوين، كيفكم اليوم؟ الفيديو رح يكون كيف رح حضر حالي لعيد الفطر. سو رح تكونوا معي، رح حضر بشرتي، اعمل ميك اب، اعمل شعر، وحتى انه انتو رح تنقولي تيابي. رح اعطيكم لمحة سريعة كيف رح بين بالاخر. بس قبل ما تنسوا، اذا بعد ما اشتركتوا بالمسابقة الرمضانية على قناة ياسمينة كتير ضروري تشتركوا فيها، لانه رح تربحوا سفرة على دبي مع اكتر يوتيوبر بتحبوها وتصوروا فيديو معها. والسؤال لهالحلقة هو بفيديو عناية التوأم زينة ودينا بشعرون، زينة ذكرت انه تيضل شعرها ناعم تستعمل شامبو بزيت الارغان بس خالي من اي مادة. وعلى فكرة شروط المسابقة موجودين بخانة الوصف، ما تنسوا تفوتوا تشوفون وتشتركوا. أول شي رح نبلش فيه إنه رح نهتم ببشرتنا، بدنا إياها هيك تضوي بس نحط ميك اب. سو رح نستعمل هول الاثنين ماسك، واحد من ستار سكن وجلام جلو. رح أفتحه قدامكم أول مرة بستعمله. يا رح بين نينجا. رح حط الماسك على وجهي لمدة 20 دقيقة. واو، بعتقد انه كتير كتير بيرطب. No way. خي خي خي، وبرجع بشوفكم بعد 20 دقيقة. صار له الماسك على وجهي تقريبا 20 دقيقة، سو رح شيله هلا. بس ما بتصدقوا قدي كتير بيرطب. خي شو حلو. رح ارجع اعمل مساج للبرودكت اللي بقي على وجهي. بين قد ايه عامل جلو، بعقد. رح استعمل هيدا الماسك من ستار سكن، في عليه كتير جل. هو فيه 3 طبقات، اول طبقة رح منشيلها. خي هيك مسقع وكتير ريفرشينج، كتير احلى شعور بالعالم بس نعتني ببشرتنا، احلى شعور بالعالم. سو رح احط هيدا الماسك على وجهي لمدة 20 دقيقة وارجع شيله قدامكم تنشوف النتيجة. من بعد 20 دقيقة ما كتير الي قلب شيله للماسك لانه سوبر بيريح، بس رح شيله تنشوف النتيجة. خي خي، رح اعمل مساج لوجهي بالبرودكت اللي بقي. عم بلمع وجهي اصلا مبين. مش معقول هالفاونديشن اللي حطيته شو بيعقد عن جد. بيعطينا كيف هول المودلز اللي بيطلعوا على الكات ووك بيبقى وجههم بيعقد كتير كتير، موحد لونه ما معقول كأنه بشرتي. سو إذا حبيتوا الميك اب اللي حطيته على عيوني اللي أنا مغرومة فيه، بتروحوا على الشانل تبعي، منزللكم فيديو عن هيدا الميك اب بالتفصيل الممل. وهلا صار وقت اعمل شعري. انا بس محممه شعري، ما عملت له شيء ابدا. اللي رح اعمله فيه هو رح اعمله شوي بالسشوار، ورح استعمل شيء كتير دارج اللي هن هو الاكسسوارات تبع الشعر، كتير مهضومين، عم شوفهم على كتير انفلونسرز وعلى كتير مشاهير. سو رح نجربهم اليوم. صار وقت اني احط الاكسسوارز. اللي راح اعمله هو راح استعمل سبراي للشعر، مشطهم شوي لورا. قد ايه حلوين الاكسسوارات، كثير اول مره بجرب هيك ستايل، حبيت غير ستايلي هالعيد شوي، وكثير مبينين هيك راقيين اذا بدكم. I
اعطوني رايكم باي لوك حبيتوا اكثر شيء علي، برك الكاجوال او الكلاسي اكثر. اتركوا لي تعليقكم بخانه التعليقات، وما تنسوا تشتركوا بالمسابقه وتتركوا جوابكم للسؤال تبع هالحلقه، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل تبعي، تكبسوا على زر الجرس وتعملوا لي فولو على انستغرام وسناب شات. باي.